بالنسبة لشارع خادم الوليد، هو من الشوارع التجارية المهمة بداخل الموصل، اللي هي مركز الموصل. فنقول الشارع الرئيسي أو بالنسبة للكهربائيين. بس كان قبل مثل ما يقول عامر، وكل الناس تتجه من داخل الموصل ومن خارج الموصل. بس مع الأسف بعد الأحداث أنه وبعد الدمار ما صار أي اهتمام لا من قبل الحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية. واللي انتم مثل ما يقول جنابكم شفتم يعني الدمار والخراب، زين، ولحد الان الوضعيه على ما كانت. ندعو اخواننا اصدقائنا من جماعه السوق يرجعون، هذا سوقنا، هذه مدينتنا، يعني احنا اولى بها، يعني يفترض ان نعيدها. كما تلاحظ استاذ الى حد الان من هون الى نهايه السرج خانه الاقاف هذه ضروري جدا ترفع. بالنسبه لشارع خادم الوليد، هو اصلا شارع الكهربائيين، صار له تقريبا 30 40 سنه في هذا المجال، هذا الشارع تخصص في الكهربائيات، وشغل هذا الخراب، وسعجينا احنا نعمر محلاتنا، وان شاء الله مثل ما عمرنا الايسر نعمر ان شاء الله الايمن.